طازة وفريش، وهذا اللي يميز النكهة. أوكي؟ رهيب رهيب. أهلا فيكم بقناتي، أنا شيف وجدان محمد. إذا أول مرة تشوفوا قناتي أو فيديوهاتي، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات، اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، ولا تنسوا لو عجبكم هذا المقطع حطوا لي لايك، وشاركوا هذه الوصفة مع أي أحد تحبوا يستفيد من الطريقة. طيب اليوم حنسوي زي ما أنتوا شايفين المعلاق، معلاق الخروف. طيب طبعا خروف طازة وفريش. عشان نقدر نسوي المعلاق لازم ننظفه. أنا جبت لكم هو زي ما هو، تمام، بس غسلته بشوية موية باردة وشوية ملح وشوية خل للتعقيم، بس الخل، تمام، بس شوية، لا تخلوه كتير حينهاري معاكم ممكن يتقطع، فبس شويتين بموية باردة نغسله، تمام. بعدها على طول صفيته من الموية، دحين حبدأ أقطعه معاكم، تمام. بعدين حنبدأ نطبخ المعلاق. طيب طريقة المعلاق حطبخها معاكم، كتير منكم أكيد بتشتهوا المعلاق بس ممكن بتعانوا شويتين بالتنظيف، وحاعطيكم كمان طريقة كيف تتأكدوا انه الكبدة ما فيها شيء، نظيف الكبدة 100%. في بعضها تجي مدودة، فلازم تتأكدوا انها نظيفة، تمام، حقول لكم كيف. وحننظف القلب، حننظف الكبدة، حننظف الكلاوي. الفشة احنا ما ناكلها فما حاكلها، ما حستخدمها، ما حنظفها معاكم. في ناس تحب تستخدمها في المعلاق، هذا على حسب رغبتكم. طيب المعلاق حنحتاج فيه بهارات، حنحتاج بصل، حنحتاج سمنة بلدي، حنحتاج ممكن تستخدموا كمان الشحم او اللي هو اللي حقت الخروف في التقليب، تمام. طيب في البهارات اللي حنستخدمها في المعلاق، ما تحطوا بهارات كتير عشان لا تضيع النكهة ويضيع الطعم. طيب ايش حنحط يا وجدان؟ فلفل اسود، ملح، رشة كزبرة فقط لا غير، ممكن ملح وفلفل اسود فقط، مو ما تكتروا بهارات، هي مو مقلقل عشان تاكلوا كده وتستطعموا. هنا زي ما انتم شايفين عندي المعلاق، شايفين ما شاء الله تبارك الله طازة وفرش، وهذا اللي يميز النكهة. شفتوا كامل هذه الفشة، ما حستخدمها، حرميها، في ناس تاكلها انا ما احبها. عندنا الكلاوي كمان، تمام، وهنا عندي الكبدة، هذول الكبدتين خلاص. وعندنا القلب، القلب هذا القلب، شايفين كيف القلب صغير طبعا على حسب حجم الخروف. وهنا عندي الكلاوي خلاص، حوريكم كيف طريقة التنظيف بالتفصيل، ما حقول الممل، بالتفصيل وبس. حنبدأ أول شيء نفصل الكبدة، خلاص حنفصل أول حاجة الكبدة، بعدين نبدأ ننظف شيء شيء، قطعة قطعة. طيب زي كده من هنا، لازم ننظف الكبدة منها مرة كويس كده. احنا حنمسك دحين الكبدة وننظفها. في البداية حنشيل الخيط هذا الأبيض. طيب كيف حنشيله؟ حنمسك زي كذا. طيب أول شيء حنبدأ ننظف الكبدة، تمام. طيب الكبدة لازم تنظفوا الخيوط البيضاء اللي حتيجي في وسط الكبدة أو في الحواف، تمام. طيب إذا ما قدرنا ننظفها من الوسط عشان لا تتقطع معانا ومرة تنهري، فحقطعها من الوسط، تمام. ولما تقطعوا من الوسط تيجي تقطعوا قطع، حتطلع معاكم الخيوط بكل سهولة، تمام. اللي كانت على الحواف أو على الجوانب حنشيلها بالسكينة، مرة سهلة الطريقة. بعدين حبدأ أنظف الكلاوي. الكلاوي مرة سهلة تنظيفها، حنقص زي كده الدهون اللي عليها كلها. طيب زي ما انا جالسه اسوي. وبعدين حنمسك حبه حبه نشيلها كلها، كانكم تشيلوا كده تقشروا شيء، يعني مره سهله، حتقشروا كده كل الجلده وبشويش، يعني تمسكوا الكليه بشويش عشان ما تنهاري معاكم، تسحبوا الدهون او الجلده. اوكي،
وبعد ما سحبتها حقطعها كده حتكون موصولة في شيء في الوسط في الكلية، حنشيله وحنقشر الجلدة الخارجية. طيب بعدها في خطوة مرة مهمة، هنمسك الكلية هنقطع خلاص الدهن كله، بعدها هنمسك الكلية ونقصها من الوسط. طيب لما تيجوا تقصوها من الوسط خلاص حيطلع معاكم باقي من الدهون كده في الوسط ملصق، هذا الشيء الأبيض لازم نشيله. أوكي هنفصل الجلد اللي برا أو الطبقة أو القشرة اللي برا اللي مغلفتها الغشاء، تمام هنشيله وبعدين هنقطع من الوسط هذا الشيء الأبيض لازم نقطعه. طيب ما شاء الله تبارك الله الكلية مرة نظيفة، تمام لأنه بعض الكلاوي أو الكبدة أو بشكل عام المعلاق يكون مو نظيف ومدود. فخلاص قطعت الجلد اللي برا وقطعنا الدهون اللي جوا الشيء الأبيض، شايفين كيف نظيفة. الحين خلاص حتصير جاهزة معانا للاستخدام، هخليها على جنب. بعدين هنبدأ نقطع الكبدة. لما تقطعوا الكبدة هتطلع معاكم خيوط بيضة زي ما قلت لكم، هتقدروا تشلوها بكل سهولة. لو الخيوط البيضة داخلة جوا الكبدة صعب تشلوها إلا لما تقطعوها، يعني ممكن تنهاري معاكم، فأحسن شيء نقطع زي كده ونشيل اللي برا، هنشيلها بكل سهولة. بعدين حبدأ أكمل معاكم تنظيف القلب، تمام خلصنا الكبدة خلصنا الكلاوي، هنبدأ مع تنظيف القلب. آخر شيء هقطع معاكم القلب. في ناس تاكل زي ما قلت لكم الفشة ولا اللي هي الرئة، تمام في ناس لا، أنا عن نفسي ما أكلها فحشيل الفشة مع الصمام، هنخلي بس القلب زي كده. شايفين كيف قطعته؟ طيب في الدهون هذه اللي حوالين القلب، في ناس تطبخها تقطعها وتطبخها معاها تعطيها طراوة بدل ما تستخدموا اللية او الشحوم، تمام تستخدموها، بس انا احس انه لا ابغى اشيلها، هستخدم الدهنة اللي حوالين اللية دهنة مرة يعني صافية، هذا زي كده خفيف اشيلها اسحبها من القلب وبعدين اخليها على الطرف واقصها، تمام بدون ما نقص من القلب معاها بس الشحمة. وبعدين بعد ما خلاص قصيتها هفتح القلب. القلب لازم يتنظف كويس، في تجلطات دم هتلاقوا كده تجلطات جوا القلب، فهنفتح شق كده خفيف نفتحه كده بدون ما نقطع للنهايه، بعدين نشيل التجلطات، نفتح الجزء الثاني برضه المقفل خفيف ونشيل التجلطات، حيتنظف بكل سهوله يعني. واذا في اوعيه كده خفيفه هنشيلها برضه، الخيوط البيضه هنشيلها، تمام زي ما انتم شايفين في الصوره. خلاص كده حيصير معانا نظيف القلب مرة، شلنا كل التجلطات والخيوط والأوعية. كيف ما شاء الله الكلاوي نظيفة، شايفين المنظر والقلب والكبدة، وهذه اللي الشحوم اللي تكون جنب الكبدة أخذنا منها، تمام هنقلبها مع السمن، تمام وبعد ما تنزل الزيت منها ننزل الكبد والكلاوي والقلب. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من طريقة التنظيف، تمام اهم شيء نطلع الخيوط نطلع الاوعيه الدمويه الصغيره نطلع الدهون نخليها بهذه الطريقه مره نظيفه. ولو قطعنا الكبده ولقينا من جوا في خيوط برضو نقدر نطلعها. تابعوا طريقه المعلاق، هذه الكبده وهذه الكلاوي عشان اوريكم الفرق بالتقطيع. طيب هبدا اقطع معاكم القلب. بسم الله القلب حنقطعه نفس الشيء زي الكلاوي صغير. هبدأ انزل الشحم اول شيء، هنبدأ نسوي المعلاق، بعدين هنزل السمنة البلدي، تمام في ناس يستخدموا زيت زيتون في ناس يستخدموا زيت نباتي، انا افضل السمن، تمام بعدها هنزل البصل، وهنا استمتع بالصوت كده والريحة.
هخلي البصل الين ما يذبل، ننزل القلب والكلاوي لانها تاخذ وقت في السوى اطول من الكبده. حلو، وبس بعد ما نزلت البصل مع الكبدة والكلاوي هقلب بخفيف، لا تقلبوا بسرعة عشان ما تنهاري معاكم، خفيف وبعدها تخلوها تستوي، تاخد وقت شوية أطول من الكبدة. بعد ما استوت معانا تماما هبدأ انزل الكبدة، وحنقلب الكبدة برضو بخفيف وخلوها تاخد وقتها، تقريبا هتاخد معاكم 5 دقائق كده تستوي بسرعة، بعكس الكلاوي والقلب، ولو طولتوا على الكبدة زيادة هتصير تشد معاكم. فآخر شيء هحط الملح، ولا حطيت رشة كمون بسيطة، ممكن تحطوا كزبرة وفلفل أسود فقط. هنقلب تقليبة سريعة وخلاص كده هتكون جاهزة معانا، وكده حيكون جاهز المعلاق. شوفوا المنظر ما شاء الله تبارك الله، الريحة ما أوصف لكم إياها. نبدأ نقول بسم الله وندوق، شوفوا المنظر إيش رأيكم، الريحة لا تقاوم، انا مرة متحمسة اني ادوق. رهيب رهيب رهيب، معلاق لا يقاوم، حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة، لازم تجربوه وبالعافية.